بعيدا عن الصخب والاثاره ياتي برنامج راي عام الذي يقدمه الاعلامي عمرو عبد الحميد ليبحث بهدوء وشمول كافه القضايا مشاكل الناس ومشاغلهم هموم المواطن واهتماماته يتابع الواقع بتفاصيله ويرصد التحولات الاجتماعيه والسياسيه التي يمر بها الوطن نحو سعي المستقبل افضل. مصر بجمالها وسحرها، بعظمة تاريخها وأسرار أرضها، بنهارها وليلها اللي ملهمش زي. مصر بفنها وأدبها، بمصانعها وغطانها، بأحلام ولادها وصمود أبطالها. برنامج رأي عام الأستاذ عمرو عبد الحميد.